وإلى معبر رفح البري، حيث يواصل المعبر فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. كان المعبر قد شهد أمس وصول قافلة إنسانية شاملة من صندوق تحيا مصر، وذلك لإغاثة أهل غزة، تتضمن 199 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث وصل عدد الشاحنات التي وصلت إلى معبر رفح حتى الآن إلى 1353 شاحنة.